في اللي حال الزياده ديال الطومبيه راه ضرتنا وحنا كنخدموا ثمن قليل. هذا اللي كاين. كان عندي ثلاثه الطوبيسات، كان من الشراقه كاستيه المنار، كنا نركبوا كتكلفني غير ب 4 دراهم في الصباح، دابا ولات تكلفني ب 6 دراهم لهنا و 50 فرانك او لا فلتت لي كنركب ب 5 دراهم اخرى عاود. زاد ضرينا اليوم، راه ركبنا 15 درهم على الصباح، تفاجأنا 15 درهم ركبنا بها. لا 4 درهم صراحه في متناول الجميع، و ارزا خدمه هي 10 سنين في طنجه ما عمرها تزادت. لا زياده معقوله 4 درهم صراحه، نظرا لارتفاع الاسعار المحروقات عالميا، هادشي اللي كاين. المهم صراحه 4 درهم في متناول الجميع.